سجدا وقياما، مش كده؟ ف قالوا الصيام الامساك عن الطعام والشراب والشهوه من طلوع الفجر الصادق. فكان في قبل الفجر في حاجه اسمها الفجر الكاذب. ايه الفجر الكاذب؟ ان عبد الله بن ام مكتوم يأذن الاذان الاول قبل الفجر بساعه. ليه الاذان ده؟ لقيام الليل. الناس تصحى تتشطف وتستعد وتبدا تصلي قيام الليل استعداد لصلاه الايه؟ الفجر. لان قبل الفجر زي ما نعرف عندنا وقت الدعاء المستجاب، مش كده؟ ربنا ينزل الى السماء الدنيا، ينزل هو ربنا فين عشان ينزل؟ لا، نزول يليق بجلاله ومكانه. ما تروحش بقى تفكر في الكلام، ما تزعلش الكلام الوحش بقى، الكلام الخايب بقى، وتقول يعني ينزل ويعني يطلع، هو فين؟ استفيد بالمعلومه، ما تمشيش ورا ابليس. ينزل ربنا الى السماء الدنيا فينادي قبل الفجر بعد الاذان الاولاني بقى ده، هل من تائب فاتوب عليه؟ شوف ربنا بدا ازاي. هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل وهل حتى يطلع الفجر، لحد ما يجي الاذان الايه الثاني. اذا الوقت ده وقت عظيم جدا، وعشان كده وقت مبارك. حتى النبي قال اللهم بارك لامتي في سحورها. وقت السحور بركه، السحر فان في السحور ايه بركه. وقت عظيم هذا الوقت. يبقى كان ابن ام مكتوم بيأذن الاذان الاول وبلال بيأذن الاذان الثاني. فالصحابه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم احنا نصوم على انه اذان، على الاول ولا على الثاني؟ يعني امتى نمسك؟ فقال اذا سمعتم ابن ام مكتوم فكلوا. يبقى كل لسه وقت السحور، واذا سمعتم بلال فايه فامسكوا. طبعا احنا دلوقتي بقى عندنا اذان واحد. الاذان بتاعنا امتى؟ اللي هو بتاع بلال، في الوقت بتاع بلال اللي هو الوقت الفجر الايه ده بقى الصادق. لكن اذان ابن ام مكتوم كان الفجر الايه الكاذب اللي هو قبل الفجر. النهارده ما عادش عندنا لا صادق ولا كاذب، عندنا كالندر مكتوب فيها الفجر على الساعه 4. يبقى الساعه 4 انت ايه؟ تمسك عن الطعام والشراب، ما تبحثش، ما تقولش والله الشيخ لسه ما اذنش، انا مش سامع الاذان. لا، انت عندك ساعه وعندك في ايدك تليفون وفي الكالندر مكتوب فيها التوقيت، يبقى تلتزم بالايه؟ بالتوقيت. فاذا جاء التوقيت لا يجوز لك ان تطعم ولا ان تشرب ولا ان تاكل اطلاقا اي شيء. يعني حتى اختلف الفقهاء، يعني اذا كانت شربه الماء في الفم واذن المؤذن، يعني انت بتشرب كده مثلا يعني والمؤذن اذن، تعمل ايه؟ بعضهم قال انه ينزل الاناء وخلاص، واللي جوه تنزل. يعني انا فمي مليان ميه، تنزل الاناء واللي جوه ايه ينزل، يعني اللي بره بره واللي جوه ايه جوه. من الاخر بعضهم قال لا، حتى اللي في فمه رجعه. انا ارجح ان انت مش مشكله لو بلعت اللي في بقك، لو بلعت اللي في بقك بس مش تفضل شغال، تخلص. يقول لك اما نخلص الازازه بتاعت الميه. اديني يسر يا عم الشيخ، انت بتشدده كده ليه؟ لا، يسر بس، مش اي كلام يعني. يبقى احنا نلتزم بالايه؟ بالضوابط الشرعيه في قضيه الايه؟ الافطار وقضيه السحور. ده تعريف الصيام، هو الامساك عن الطعام والشراب والشهوه. والشهوه يعني لا ياتي الرجل زوجته ولا مقدماتها ولا ما يثيره حتى لا يحدث مشاكل. وتقول الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الكبير راح سأل النبي يعني هل القبلة تفطر الصائم؟ فالنبي قال له لا. ولما راح الشاب سأل النبي قال يا رسول الله قبلة الزوجة تفطر الصائم؟ قال نعم. يبقى السؤال واحد والإجابة ايه؟ ذفر، مش كده؟ عشان هذا شيخ كبير يعني خلاص ليس له حاجة في النساء، فلما يقبل زوجته لا تحرك عنده شيئا، لكن الشاب تحرك عنده. وإن كان سيدنا عمر قال القبلة ما تفطرش من الشاب أو من الرجل، وقال إنما هي مثل المضمضة في الصيام. يعني لو واحد يتمضمض صيامه باطل؟ إن شاء الله يتمضمض 50 مرة في اليوم، بس خلي بالك من السنة عدم المبالغة في المضمضة. حتى بعض الفقهاء بيقول في رمضان المضمضة مش 3، مرة واحدة بس، عشان ما تخشش في إيه؟ في مشاكل. تيجي أنت تقول لا والله أنا عاوز مضمض 3، أنا كمان 3 وتؤكد، لا ما تبلغش في المضمضه في رمضان. سيدنا عمر بيقول قبلة الزوجه مثل، لا حياء طبعا في فهم الدين، مش محدش يستحي، لا حياء في فهم الدين، لازم نفهم ديننا. بيقول زي المضمضه، ارى ان الشاب لا يفعل والشيخ يجوز له ان يفعل. طب النبي عمل ايه؟ السيده عائشه قالت، شفت الفقه، في بيت النبي كانوا زوجات النبي بيطلعوا اسرار البيت، 9 وكالات انباء في بيت النبي، وكالات انباء صادقه مش كاذبه زي اللي بتضلل عندنا وكالات انباء الدعاره والكذب والتفجور، لا، وتضلل الراي العام، لا، وكالات انباء صادقه زوجات النبي.
ينقل كل كبيرة وصغيرة، حتى نومه، حتى غسله، حتى إتيانه أهله، كانوا ينقلوها. وعشان كده النبي تزوج 9. مين واحدة تستطيع أنها تنقل كل أخبار النبي وتعرف كل أخبار النبي؟ فكان عنده 9. دي شافته في الحرب، ودي شافته هو نايم، ودي شافته هو بيغتسل، ودي شافته هو في الخلاء، أخبار كثيرة. عائشة قالت: